الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في سورة الزمر. قال هو الذي يريكم بالآيات ديك في سورة الرعد، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ما بزول بينزل مطر ما يغشوك، يقول لك في أرضين بينات سرابة، بيجاي نزلت مطرة بيجاي ما نزلت، دي اللي دفعوا البياض. في مطر بيبيعوا السودان ذاته يا جماعة، فيه عقائد والله. إبليس ذاته لو ظهر يقول لهم انتوا زيتوا الجبنة جنزبيل، والله يقول لهم حيرتونا ذاته. سفنجة يعتقدوا فيها، كان مقلوبة يقول لك صلحها صلحها ما تقلب علينا، سفنجة. الكتاحة لو جات يقول لك محمد معانا ما تغشان، كذابين. ومحمد ما جاء السودان صلى الله عليه وسلم. الزول ما بعرف ايه، اي شيء اعتقدوا فيه. ان جابوا عربيه جديده يطبحوا خروف وشيلوا الدم يلصقوه، الدم المسفوح ذاته يلصقوه في القزاز. ولك العربيه دي كان ما كرمت لها بتنقلب. والخواجة الصنعة ورسل من هناك ما بيطبح ذاته، مرات صينيين بيطبحوا كلاب ده يطبح لها. عمارة يبنيها ولكن ما ضبحت فيها، انا غايته لو جبت عربية ما بضبح والدبرك، شوف ده ما بضبح. عمارة يبنيها يقول لك الا تكرم لها، كما كرمت بيسكنوها الجماعة، اضبح لها وانت ضبحت لهم ما بيجوا. واسي الناس ساين ضبحوا لهم ما بيجوا، وانت يا دوب جبتهم عليك اضبح لهم. واحد في كافوري قال حارس لا عمارة اسمه دفع الله، تونست معاه كلام ذا له 6 سنة ولا 7 سنة، اتونست معاه قال لي انا ساكن في قال لي حارس العمارة دي، قال لي 6 جابت لي عيش حب شتتته تحت للجن، قلت له ده جن ولا حمام بيشتتوا لي عيش حب، وقال جابت لها فكة حديد شتتتها تحت برضه للجن، يعني ادت الجن رشوة حديد حديد. وعمك بتاع سجاير احمر شال الحديد مشى طوال الدكان جايه امور وغايته عليم ورب. المهم بتاع الشغله ذاته ما بتجوز، لكن غايته. لذلك قال لك رب العزة والجلال قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد ده قال وهم يجادلون في الله، لسه بجادلوا. يقول لك الله براو هل تدار معه منه؟ قال لك أليس الله بكاف عبد، براو بكفيك ولا ما بكفيك؟ قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، ما بحوجك لغيره. بعد قال له دعوة الحق، دار تبقى زو الحق، تدعو الله وتدعو إلى الله، تدعو الله تتضرع له انت زو الحق. والذين يدعون من دوني بنادوا غير الله، قال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. هذه الموية دي لو عملتها زي الكورة كبيت بتثبت، مع كورة كذي بقت زي الكورة، لكن كان بقيتها عديل مسطر بسطها بتمسك موية. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. ده الزول البنادي غير الله. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بعد قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. فالقرآن ده واضح كيف، وده ما نبذ يا جماعة، والله ما ده إن نبي زي زول بالباطل. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، تركت الله ومشيت لأولياء، ما هلون الأولياء يا الله، لا يملكون لأنفسهم
قال لك فاقد الشيء لا يعطي. لا ممكن امشي لزول عمره 80 سنه ما عنده جنى اقول له اديني جنى، اديني كيف؟ وكان بدي كان ادى شنو اولاده. في دجال في هناك في مبده والله بعرفه باسمه وبشكله، بيجو سوي لينا واعمل لينا. الدجال ده بيته بيته عديل، في سريره اتكمشت يدها اليمين وكراع الشمال من خلاف اتكمشت، عمل لها شغل دج اي شيء ما تفكت يدها دي ولا كراها. ودها مصر، مصر وجابه راجع ولسه قاعده كده. والناس يجوا الزول لو بيعالج كان عالج شنو؟ كان عالج بيته. والميت لو بيزيل المصايب كان زال الموت عن نفسه، لأن الموت مصيبة ولا ما مصيبة؟ في سورة المائدة: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فأصابتكم مصيبة الموت، موت ده مصيبة. أنت في غرفة الإنعاش تنادي ميت وهو ده في مصيبة أشد منك، لأنه أنت روحك لسه قاعد. وجوه القبر ده عمل انقطع، الرسول قال لك إلا ما مصدق النبي عليه الصلاة والسلام مصدقه قال لك عمل انقطع إلا من ثلاث، وفي لفظ في صحيح مسلم إلا من ثلاثة صدقة جارية، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد، كلها بالخفض مكسورة، أو ولد صالح يدعو له. الولد بيدعو للميت يا جماعة، مش الميت بيدعو لشنو؟ للولد. ولذلك قال لك قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. والله لا هذه واضحة وضوح. وأنا أدعو أي داعية إلى الله يعمل باب جمعة وخطبة ويلف باب الدنيا دي كلها. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ده له سنتين ولد يقول لك الدا والله، وده له سبعة سنة مشي له فكي ولد بعد سبعة سنة يقول لك الدا والفكي. هسي دي حلوها كيف؟ ده الله ادى له في تسعة شهور ولد، ومرته ولدت في تسعة شهور. ده في كم شهر ولدت؟ ثلاثة ولا تسعة؟ تزعى. إذن ده حق الله. ده عنده أضانين، ده عنده أضانين، ده عنده عينين، عينين، نخرة واحد نخرة واحد، يدين يد واحد، نفس الشيء. انت دار تقنعنا انه فكيدة بدي جيب لك ولد عنده ثلاثة عيون اثنين واحد زبير واحد فوق واثنين كذا، نقول والله فعلا ده حق الله وده حق شنو؟ لكن هو ده ذاته يا ون خلق والله بس يتصل بطه. ولذلك قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الناس يا جماعة تجعل عقيدتها في الله صحيحة، أتعلق حجاب، أتعلق كمون، يحفظك الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. جاءتك مصيبة ألجأ إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. مريضت يا شافي أشفيني، بعد ذاك أمشي للدكتور ده سبب ما فيش كان. جاك مس عين كذا أقرأ قرآن، براك أقرأ، براك أقرأ كذا. الله طواه الشيطان ده شفته بيمرق لك ويبقى ماشي. عقيدتك دي تكون في الله نظيفة، دعاء بتلجأ إلى الله، الغيب لله سبحانه وتعالى، الجنة بديك لله سبحانه وتعالى. اليوم اللي بتعيش على العقيدة دي الله بوفقك في الدنيا، ولما نيجي الموت بتموت حسن خاتمة. عشان أنا أختم الكلام، بتموت حسن خاتمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. عليك الله ملائكة تقول لك كلام زي ده؟ مش الموت ده بيبقى لك حاجة سمحة؟ تفرح ذاته قدام يقول لك لا تخاف ورا لا تحزن ولا تحزنوا وقدام شديد وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ده تأمين ورا وقدام فضل الله سبحانه وتعالى.
تخش القبر من ربك؟ انت موحد في الدنيا، الله بثبتك طوال، ملك ينهرك، من ربك؟ الله بثبتك، لانه قال يثبت الله الذين امنوا، وانت كنت منهم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، والقبر ده اول منازل الاخره. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاي يوم القيامه الله بيرحمك بيدخلك الجنه، ثاني تدار اكثر من كيف. فالزول يا جماعه يعيش على العقيده الصحيحه ويدعو اليها ويتعلمها ويتعلم تفاصيلها ويطبقها في نفسه ويدعو اليها غيره، تدعو الوالدين، الاهل، الابناء، كذا 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 الى اخره، وتنشر الخير بين الناس، والناس تحرص على مجالس الدروس وكذا. وبعض الاخوه والمشايخ، شيخ عبد الهادي جزاه الله خير بشرني انه اخونا نورين بيجي يعني هنا ودار يعمل درس، اخونا محمد نورين نحسبه من افاضل اخواننا ومن الاقوياء في دعوه التوحيد، نحسبه والله حسيبه. الناس تحرص على الدروس وتنشرها يا جماعه بين الاخوان وبقيه اهل المسجد والخطيب وكذا، الناس تدعو الى التوحيد والسنه. والله الله بوفق العباد وبيرحمهم، اسال الله يرحمنا جميعا.